كفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا صبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا فيضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الله الله
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد نظره. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له أنصت. رحمكم الله أنصت. وفقكم الله أنصت. واسمعوا وأطيعوا يغفر لي ولكم الله. Oh,
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله تعالى عن أمته خير الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وأحبتي من النار وأهوالها. عباد الله، الحمد لله تعالى على نعمة رمضان التي أنعم بها علينا، فصمنا الشهر كاملا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما عملنا من الخير، ويعفو عنا الزلل والخلل والتقصير الذي كان في رمضان. أحبتي في الله، كعادته لم يدم رمضان بيننا طويلا، بل ارتحل عنا سريعا. جاء رمضان ومضى، وأتى العيد وسينقضي، وهذه سنة الله في خلقه. لكل شيء إقبال وإدبار، وبداية ونهاية، وحياة وموت. أيها المسلمون، إن المداومة على العمل الصالح دليل العبودية الصادقة، سواء كان ذلك العمل الصالح فرضا أم نافلة، وهذا هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا يشترط أن نكون بعد رمضان كما كنا في رمضان، فنحن نعلم أن ذلك موسم عظيم لا يأتي بعده مثله إلا رمضان الذي بعده. لا يأتي شهر فيه خيرات ومغفرة ورحمة وعتق كما في هذا الشهر الذي انصرم. فنحن لا نقول كما، ولا نقول لكم كونوا كما كنتم في رمضان من الاجتهاد، فالنفس لا تطيق ذلك، لكن الذي لا بد منه ولا مناص منه ومن التأكيد عليه ألا انقطاع مع العبادة، ولا انقطاع مع العمل الصالح، ولا انقطاع مع الله.
الحبل الذي شددته في رمضان مع الله لا تقطعه بعد رمضان. أخي الحبيب، لا تترك الصيام بالكلية، ولا تترك القيام بالكلية، ولا تترك ختم القرآن بالكلية، ولا تترك الدعاء والذكر وصلة الأرحام وفعل الخير بالكلية. استمروا على العمل ولو كان أقل مما كان في رمضان. وهذه دعوة إلى أهمية الاستمرار على العمل الصالح ولو كان قليلا، فقليل دائم خير من كثير منقطع، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. الحديث متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، من علامات قبول الطاعة وعلامة قبول صيامنا لرمضان وقيامنا لليل رمضان المداومة على العبادة وعلى العمل الصالح ولو كان قليلا. فليس من المعقول أن تداوم على الطاعة في رمضان وتنقطع بعده، فرب رمضان هو رب كل الشهور. ومن علامات قبول الطاعة أيضا أن يتغير سلوك الإنسان من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، وأن تترجم ذلك إلى علاقة دائمة مع الله في سرك وجهرك ومنشطك ومكرهك، وأن تترجم الطاعة والعبادة التي حافظنا عليها في رمضان إلى سلوك راق ومعاملة طيبة مع الناس. فاللهم ثبتنا على دينك، ونسألك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تعيذنا من أسباب عدم قبول العبادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فتأملوها رحمكم الله، يعطي الدنيا لمن أحب من عباده ومن لا يحب، ولكن الدين، ولكن العبادة، ولكن الاستمرار على العمل الصالح لا يعطيه إلا من أحبه الله. فهل يحبنا الله عز وجل؟ فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وإن الله تعالى إذا أراد بعبده الخير فتح له باب عمل صالح يهديه وييسره ويحببه إليه ثم يتوفاه عليه، وكل امرئ يبعث على ما مات عليه. فالزموا أحبتي بعد رمضان على العمل الصالح، واحذروا الرجوع إلى المنكرات والقبائح. فليس للمؤمن منتهى من العبادة دون الموت،
فقد قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله كثير الصيام حتى بعدما كبر سنه وضعفت قوته، فقيل له: يا أحنف إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لسفر طويل. فاللهم أمتنا على أحسن الأعمال، وابعثنا على خير الخلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وعمارتها بالأعمال الصالحات، وارزقنا اجتناب الخطايا والسيئات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم أعز سلطاننا الملك محمد السادس، اللهم أيده بالبطانة الصالحة التي تعينه على الخير، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن، وشد أزره بأخيه المولى الرشيد. اللهم انصر إخواننا في الأقصى، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأقصى، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأقصى وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل بكل بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وشبابنا وشيوخنا ونساءنا ورجالنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وادعوا لإخوانكم في السجود، فإن دعوة المصلي مستجابة بإذن الله عز وجل. ولا الضالين.
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتراما وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الله أكبر الله لمن حمده الله ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
100 درهم 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 100 درهم